إلى اليمن، حيث أعلن الجيش العراقي أن الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار التي تضم قوات أمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين. وقال الجيش في بيان إن الدفاعات الجوية تصدت للطائرتين بعد منتصف الليل دون ذكر تفاصيل. وشهدت قاعدة عين الأسد هجوما بطائرة مسيرة الشهر الماضي دون حصول إصابات بشرية. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا ضياء الناصري. ضياء، هل من تفاصيل حول تصدي الدفاعات الجوية لهذه الطائرات المسيرة، وأيضا مصدرها، مصدر هذه الطائرات، إن توفرت أي معلومات بذلك؟ نعم، هناك بيان للخلية الأمنية، خلية الإعلام الأمني، تحدثت عن إسقاط هذه الطائرات قبل وصولها إلى هدفها. بالمقابل سخرت مواقع مقربة من الفصائل التي عادة ما تتبنى مثل هذه الهجمات من هذا البيان، وقارنت بينه وبين البيان الذي صدر عن خلية الإعلام الأمني قبل 3 أيام بخصوص الانفجار الذي حدث في منطقة الكاظمية، عندما أعلنت الخلية بأنه ناتج عن انفجار قنينة غاز، وتبين لاحقا بأنه عبوة ناسفة واستخدم فيها TNT. بكل الأحوال هذا الاستهداف يعني حتى الآن توصيفه أنها طائرة مسيرة بدون طيار، استهدفت موقعين. الموقع الأول هو قاعدة فيكتوريا، وللمرة الأولى يتم الإشارة إلى مقر السفارة البديل لم يكشف عنه سابقا. الموقع الثاني الذي تم استهدافه هو قاعدة عين الأسد في الأنبار، ولكن لا توجد هناك حصيلة عن وقوع ضحايا أو يعني خسائر مادية في كلا الموقعين، ولم يكشف النقاب عن تأثير هذه الهجمات. كما قلت، ربما الجديد بهذا الموضوع هو الجزء أو القسم البديل للسفارة الأمريكية وقسم الدعم الدبلوماسي كما تم التعبير عنه في قاعدة فيكتوريا الواقع غربي العاصمة العراقية بغداد بالقرب من مطار بغداد. نعم، شكرا لك ضياء الناصري، كنت معنا من بغداد.